الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن سياسة النقدية لديها هدف هو سعر صرف ثابت حول 1300 دينار لكل دولار. وأوضح صالح أن البنك المركزي يدافع عن هذا السعر في الأسواق والسيطرة على معروض مالي للعملة الأجنبية، مضيفا أن السبب في تدني سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية من العام الجاري ليس اقتصاديا وإنما قيد إداري دولي قد فرضته أمريكا على دخول النقد الأجنبي للعراق. وأشار إلى أن الاتجاه الأول يتمثل في البنوك العراقية التي بدأت تفصح بشكل صحيح عن الحوالات، والثاني هو أن الدولة باشرت بمعالجة عمليات الاستيراد لضبط المدفوعات هذه التي تتم بالنقد الأجنبي على حد قوله. من جهتهم أكد خبراء اقتصاديون أن المشكلة الأكبر من حجم العجز في الموازنة العامة هي مسألة تمويله بعد التثبيت الذي سيتم بصورة نهائية من البرلمان. وقال الخبراء إن البرلمان يحاول تخفيض العجز المالي بحسب الرقم الموجود في قانون الإدارة المالية، مشيرين إلى أن الوقت لم يعد يتسع لتقليص رقم الحجز الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب. وأضاف الخبراء أن المشكلة الأكبر من حجم العجز في الموازنة العامة هي مسألة تمويله بعد التثبيت الذي سيتم بصورة نهائية في البرلمان، مبينين أنه بحسب التعديلات التي سيجريها البرلمان سينخفض العجز بنسبة لا تزيد عن 2%. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة أجور الموظفين في القطاع الحكومي في البلاد بنسبة 45% اعتباراً من شهر تموز المقبل. وقال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15,000 ليرة تركية. وفي سياق متصل أوضح أردوغان أن حكومته تقوم أيضاً في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين. تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حذر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر نيسان، ما سيلعب دوراً في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إزاء أسعار الفائدة. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 76 دولاراً و70 سنتاً للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 72 دولاراً و92 سنتاً للبرميل. وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيراً الأسبوع الماضي، فإن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء المخاوف من ركود في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم. ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في 3 أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن هناك فجوة كبيرة بين موظفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، مجددة تحذيرها من حدوث ضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي. وشددت يلين على ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، وقالت إن الوضع كما هو عليه حاليا هو مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأمريكيين على حد قولها. وبينما يشترط الجمهوريون الموافقة على سقف الدين البالغ 31 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة مثيرا مخاوف من أول تخلف أمريكي محتمل عن سداد الدين الوطني. وقبل الختام نذكركم بأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز إلى اللقاء.